سيحاسب الرجل على عدم غض بصره، ولو تبرجت كل نساء الأرض، وستحاسب المرأة على تبرجها، ولو غض كل رجال الأرض أبصارهم. فتبرج النساء ليس مبررا لإطلاق بصر الرجل، وغض الرجال أبصارهم ليس مبررا لتبرج المرأة، فكل طرف منهما يتحمل وزر خطيئته. والحرية الشخصية هي أن تختار قهوتك بسكر أو بدون، أما دين الله فلا يوجد فيه حرية. على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله